أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم الذي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا صدق الله.